يا رسول الله، انا عايز ازني. قام الصحابة يا سيدي، قاموا على الراجل دوت، وعينك ما تشوف الا النور. هوب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه قال: جاء شاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إئذن لي في الزنا. يا رسول الله، أنا عايز أزني. فالصحابة هيسيبوه؟ لا، كلهم قاموا فزجروه ونهروه ونهوه عن اللي هو بيقول. أنت جاي يا ابني تعمل إيه وتطلب إيه ومن مين؟ أنت في حاجة في دماغك؟ أنت إزاي تعمل كده؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أدنوا، يعني قرب مني. فدنا هذا الشاب من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقى قاعد والشاب ده قدامه، وبدأ صلى الله عليه وسلم يخلي الشاب دوت يتراجع عن قرار الزنا اللي هو كان جاي ياخد رخصة فيه. النبي صلى الله عليه وسلم استخدم مبدأ الإقناع مع هذا الشاب الذي كانت شهوته مثارة نحو الزنا. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ معاه بالراحة خالص، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، أفتحبه لابنتك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: كذلك الناس لا يحبونه لبناتهم، أفتحبه لأختك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: كذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم، أفتحبه لعمتك؟ أفتحبه لخالتك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. فقال صلى الله عليه وسلم: كذلك الناس لا يحبونه لعماتهم ولا لخالاتهم. ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على هذا الشاب وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن ذلك الفتى يلتفت إلى أي شيء بعدها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما وضع يده الشريفة على هذا الشاب: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، فلم يكن شيء أبغض إلى هذا الشاب منه، أي من الزنا. ما بقاش يكره حاجة في حياته قد الزنا صلى الله عليه وسلم. لما تيجي تبص للحديث تشوف أن الولد او الشاب دوت كان جاي في بداية الحديث او في بداية القصة عايز ايه، وفي نهاية القصة او في نهاية الحديث وضعه بقى عامل ازاي. شاب في عز الشباب، شهوته في عزها زي ما بيقولوا كده، مش قادر، تمام، لدرجة ان من كتر الشهوة عنده تجاه النساء جاء ليطلب الزنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم في اخر الحديث: لم يكن شيء ابغض اليه من الزنا، بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا في الحديث ده شوية مبادئ عظيمة، ازاي يتعامل بيها مع الناس، ازاي يتعامل معاك وانا عايز اقنعك بحاجة طبعا حلال وطبعا ترضي الله سبحانه وتعالى. ما انت ما تفضلش تقنعني في حاجة حرام وغلط وتلف وتدور، لا طبعا، في حاجة حلال وترضي الله سبحانه وتعالى. ازاي قدر النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يقنعه ان الزنا حرام؟ ده واحد جاي يطلب الزنا من النبي صلى الله عليه وسلم: اترضاه لامك، لاختك، لابنتك، لعمتك، لخالتك، لكل محارمك؟ لحد ما في الاخر بركت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشاب: فاللهم اغفر ذنوبنا جميعا، وطهر قلوبنا جميعا، وحصن فروجنا جميعا، الشباب والفتيات، خاصة في الوقت ده، خاصة في الوقت ده، يا رب. اللهم امين. اوعى تنسى صيام الاثنين والخميس من كل اسبوع، اوعى تنسى الورد القرآني بتاعك ولو صفحة واحدة بس كل يوم، اوعى تنسى قيام الليل ولو ركعة واحدة بس في اليوم قبل ما تنام. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.